من الأساطير اللي فقدناها السنة الأسبوع الماضي بالتحديد الأسطورة فاتن حمامة. فاتن حمامة يلي فعلا أغنت السينما العربية على مدى عقود، أغنتها مش بس هيك، حتى أعطت للمرأة العربية صورة كثير حلوة بعيون الغرب، خاصة أنه عدة أفلام لفاتن حمامة كانت تنعرض بالخارج مع ترجمة طبعا، وهالشي كان عم يعطي صورة كثير حلوة للمرأة العربية، لأنه كل المواضيع يلي بتحكي عنها أو بتجرب أنها توصلها فاتن حمامة بأفلامها هي مشاكل وقضايا المرأة العربية. بالإضافة إلى كونها كشخص، فاتن حمامة شخص قدر حافظ على سمعة معينة، قدر حافظ على إيماج معينة للمرأة العربية بمصر وبالخارج كمان. ولدت فاتن حمامة ب 27 مايو 1931 بالقاهرة، ب 27 أيار إذن، والدها كان موظف عادي بوزارة التعليم، ولكن كان بحب السينما وهيئته كان كتير منفتح. يعني بال 31 عم نقول ما كان هالقد الناس منفتحين، خاصة بمصر ولا حتى بلبنان كمان، ولكنه كان منفتح. وهون بلش ولعة لفاتن حمامة بالسينما لما بيا أخذها على دور سينما لتحضر أفلام. الفيلم أحد الأفلام اللي حضرتهم كان فيها الممثلة آسيا داغر، أعجبت بالفيلم، أعجبت بتمثيل آسيا داغر، بس أكثر من هيك لما بلش التصفيق بآخر الفيلم لآسيا داغر، بتقول فاتن حمامة أنه قالت له لبيا حاسة كأنه عم يزقفولي لإلي، وهون كان عمرها 6 سنوات. فبتصور هالبي يمكن شاف ببنته أنه ممكن تكون بمكان تاني بهاللحظة بالذات ولو كان عمرها 6 سنين. ففي كتير من الأهل بيجربوا يتابعوا أحلام أولادهم ويجربوا يحققوا لهم إياها بطريقة أو بأخرى. هيك عمل بيا لفاتن حمامة لما فازت بمسابقة أجمل طفلة بمصر. بعت بيا صورتها للمخرج محمد كريم يلي كان عم يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب بفيلم يوم سعيد بال40، وهيك صار. من بعد هالدور أصبح المخرج محمد كريم مقتنع بموهبة فاتن حمامة هالطفلة الصغيرة، وبعد 4 سنوات استدعاها كمان مرة تاني لتمثل أمام محمد عبد الوهاب بفيلم رصاصة في القلب بال44، وفيلم الثالث بال46 الدنيا استطاعت من خلاله أنها تثبت أجرى بالسينما المصرية بعمر كتير كتير صغير. خلينا ناخد وقفة صغيرة ونتابع ليجندز مع فاتن حمامة. انت شفتيني في الاوضه بفتح الدولاب؟ ما هو يا ستي ارتعي. لا شايف يا سيدي؟ شايف. قشطه، لمي هدومك ومع السلامه. ما هو يا ستي اقول لك يلا يلا يعني يلا. ادي قشطه مشيت يا ستي، ما تزعليش، اتفضلي استريحي. ومن هنا ورايح مش عايز اسمع اي كلمه من حد فيكم. في ايه؟ الغلاوه؟ في ايه؟ انا ما شفتش عينيك يا بسيط. قلت ايه؟ الست الكبيره قالتنا نص بس صرخوني. مش ممكن، انا لازم نبدا نتكلم الست. شفنا هون مشهد من فيلم ست البيت مع الفنان يوسف وهبي اللي كمان شاف بعمر ال 15 سنه شاف موهبه تمثيليه بفاتن حمامه واشتركت معه باكثر من فيلم، وهالفيلم ست البيت حقق نجاح كثير كبير خاصه على شباك التذاكر. بالخمسينات كانت بدايه ما سمي بالعصر الذهبي للسينما المصريه، وكان التوجه العام للافلام الواقعيه يلي بتحكي عن الواقع المصري، وكان فيلم لك يوم يا ظالم ب52 يلي يعتبر من اوائل الافلام الواقعيه، واشترك بهالفيلم بمهرجان كان السينمائي. كمان اشتركت مع يوسف شاهين ببابا امين بال50، اما بال54 فكان صراع في الوادي يلي كمان اشترك بمهرجان كان السينمائي، وكان يعني من اوائل الافلام العربيه يلي بتشترك بهالمهرجان. بال63 حصلت على جائزة أحسن ممثلة بالفيلم السياسي لوقت للحب،
وكانت هون طبعا بداية انطلاقة كتير كتير كبيرة وكتير سريعة لفاتن حمامة. أما الحياة العاطفية والزوجية فبال 47 تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي بال 47، وأسسوا سوا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة يلي كمان كان محطة كتير مهمة بحياة فاتن حمامة واللي أطلق عليها لقب سيدة الشاشة العربية. بقيت مع آخر أعمالها يعني بال2000 وجه القمر كمان سيدة الشاشة العربية، بس هي اليوم ورح تبقى سيدة الشاشة العربية كمان. بقيت هالفنانة لآخر فيلم عملته صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات مع كل الفنانات يلي اجوا من بعد فاتن حمامة واللي أخذوا عز كتير واللي أخذوا شهرة كتير كبيرة، وعادة لما بيطلع فنانات جديد وبعمر أصغر يمكن يصير أجرهم أعلى مع الوقت، ولكن فاتن حمامة بقيت لل2000 لآخر فيلم عملته أعلى أجر بين الفنانات. انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 54 وتزوجت عام 55 من الفنان عمر الشريف. رح نحكي عن هالقصة اللي أكيد بعدها لليوم شغل العالم، بس قبل خلينا نشوف فيلم موعد مع الحياة. قد بدأت الشمس تميل إلى الغروب وخشيت أن أتأخر عن موعدي، فأخذت أجري نحو، وكان هناك سؤال يتردد في خاطري: هل من الممكن أن يتحمل القلب كل هذه السعادة؟ وفجأة أمال، أمال، مالك أمال، مالك يا حبيبتي، مالك يا أمال، مالك يا روح؟ الحمد لله على اللي جرالي، خلاني أعرف أنك بتحبني قد ما بحبك. طول عمري بحبك يا أمال، وعمري ما حبيت غيرك. لما شفت اللي جرالك ده قدام عينيا حسيت. اطمن يا أحمد، دي نوبة وعدت. حصلت لك قبل كده؟ لا، ومش هتحصل لي تاني. قلبي دلوقتي مش ملكي، تسمح تديني إيدك؟ إيدي وقلبي علشانك طول العمر. ده عهد، وادي الشمس قبل ما تغرب شاهد عليك. ده عهد يا أمال، وربنا هو اللي شاهد عليا. أحمد، أنا ما تعودتش أخبي على بابا حاجة أبدا، أنا هقوله. أظن يا أمال الوقت مش مناسب، أنت عارفة ملياش إرادة غير ما هيدي. أنا عارفة نفسي وعارفة بابا كويس، أول ما أوصل للبيت هكلمه في التليفون. بس يا أمال، إذا هيدا هو كان الفيلم موعد مع الحياة يلي استحقت عليه الفنانة فاتن حمامة لقب سيدة الشاشة العربية، وهون طبعا الجمهور له دور كتير كبير لأنه شباك التذاكر بيحكي، وكمان طبعا النقاد لهم دور كتير كبير، فكانت سيدة الشاشة العربية حتى اليوم. قصة فاتن حمامة وعمر الشريف ترجع القصة لقصة لقاءها بعمر الشريف بفيلم صراع في الوادي يلي طبعا كانت هي بطلة الفيلم مع يوسف شاهين. اعترضت على شكري سرحان لسبب من الأسباب، فيوسف شاهين المخرج الكبير اقترح اسم عمر الشريف اللي كان زميله على مقاعد الدراسة. قبلت، بس مش بس هيك، سيدة الشاشة العربية اللي ولا مرة لحد هلأ كانت قبلت بقبلة على الشاشة، هالمرة قبلت لسبب أو لآخر. ومن بعد هالفيلم تزوجوا عمر الشريف وفاتن حمامة لمدة 19 سنة. 19 سنة كتير حلوين، في صور كتير حلوة بنقدر نشوفها ونشوف قدي نظرة عمر الشريف لفاتن حمامة هي نظرة تقدير وحب واحترام. وبتقول أنه علاقتها بذو الفقار تدهورت لأن اكتشفت أنه كانت علاقة تلميذة مع أستاذ لقلها، وبعدين يمكن كان هالإعجاب أعجب تلميذة بأستاذ. ومن بعدها كان عمر الشريف اللي عاشت معه بتقول أجمل أيام حياتها وحلم ما بينتهي، وبتصور هو كمان. إنما الشائعات وكونها يعني كتير بتغار فاتن حمامة، هي هيك بتقول عن حالها على كل حال، أنها هالزواج كمان. بس على كل حال هالزواج اللي استمر 19 سنة بخلالهم يعني كان عمر الشريف بلش انطلق، مش بلش، كان انطلق العالمية، وبتصور كانت رح تكون صعبة كتير على فنانة مصرية
كتير يعني بتهمها الصورة، وصبية كمان يعني سيدة مصرية كتير بتهمها التقاليد والمجتمع وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره. ما رح تتقبل كتير يمكن أنه يكون عمر شريف زوجها اللي انطلق للعالمية بسرعة كتير كبيرة، رح يكون في أكيد بعض المشاكل. من بعدها عمر الشريف ما تزوج، بينما فاتن حمامة تزوجت وقضت آخر 40 سنة مع زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، يلي ما كتير بالإعلام يعني عطاله حقه. حتى إذا بتفتشوا أي معلومات عن فاتن حمامة بيقولوا ذو الفقار وعمر الشريف هن أزواجها، ولكن محمد عبد الوهاب يلي بقي معنا مع آخر 40 سنة وعلى فراش المرض كان موجود حدا كل الوقت، أكيد حلو كتير أنه نذكره، خاصة أنه فاتن حمامة لما رجع مؤخرا على مصر عمر الشريف وأبدى حتى مش بس يعني شخصيا لإلها، إنما حتى بتصريحاته الإعلامية أبدى أمنيته أنه يرجع يلتقى فيها، رفضت رفضا قاطعا احتراما لزوجة محمد عبد الوهاب. خلينا نشوف كمان فيلم الصراع في الوادي. كلمني، رد علي. سيبيني لوحدي، ما اقدرش اسيبك ابدا. انسي كل حاجه. ازاي انساني؟ بحب بالوقت اللي بتعترفي فيه بحبك، قلبي مليان بالحقد والكره. زمان كنت بتمنى اذا كنت بتحبيني صحيح سيبيني انتقم من ابن عمك، وفي اليوم اللي حرد لابوي اعتباره، في اليوم اللي اسلم رياض للعداله، حكون لك بروحي بدمي. انا هطلع اقول لسليم ان رياض هو اللي قاتل. امال خايف عليا؟ سليم مش هيصدقك. انت ذنبك ايه تعرضي نفسك للموت؟ ذنب ان رياض ابن عمي. إذن هذا كان أول فيلم مع عمر الشريف. فاتن حمامة طبعاً ب 66 لل 71 معروف أنها تركت مصر، بتقول أنها تعرضت لضغوط سياسية وأنها كانت مطلوب منها أنها تكون عم تكون يعني بصف المخابرات المصرية، ولكنها امتنعت. بعد وقت جمال عبد الناصر دعاها أنها ترجع على مصر لكنها رفضت وما رجعت إلا بعد وفاته. كثير من الأفلام يلي عملتها مثل ما قلت لكم فاتن حمامة بتحكي عن قضايا المرأة العربية، بس كمان بتحكي عن قضايا الإنسان بالبلدان العربية. في أفلام يعني من خلالها أو من وراها تغير كتير قوانين بمصر، مثلا فيلم أريد حلا يلي كان فيه نقد لاذع لقوانين الزواج والطلاق بمصر، واللي من بعده صارت تقدر المرأة هي يلي طلق يعني من خلال الخلع للزوج، كان هالموضوع شغل كتير مهم بالنسبة للمجتمع المصري. ولكن كمان أنه يكون في جرأة لفنانة أنها تطلع تقدم فيلم من هالنوع، لأنه بتعرفوا يعني الليدينج رول عطول بياخد كل المسؤولية بالنهاية، فطلعت بهالدور، دور المرأة يلي هي مظلومة، هي لازم تكون قادرة كمان تاخد زمام الأمور بإيدها. ومن وقتها بالعكس بدل ما يكون في ردة فعل سلبية على هالفيلم بمجتمع كتير محافظ وكتير عنده قوانينه الصارمة، بالعكس صار في قانون إذا خلع من وراء فيلم أريده حلا. خلينا نشوف أريده حلا. يعني أكثر من 20 سنة، إيه اللي خلاكي ما طلبتيش الطلاق طول السنين دي كلها؟ كانش بيدي. لو كانت المسألة زي ما أنا عايزة كنت طلبت الطلاق من أول يوم سافرت معاه كزوجة وزوج. لو كان بيدي ما كنتش اتجوزته خالص بالطريقة اللي اتجوزت بيها من 20 سنة. ألم توافقي على عقد الزواج؟ كنتش أقدر أرفض، لقيت نفسي مجبرة على معاشرة إنسان كرهني في الجواز من أول يوم، ولما حاولت أعترض ما كانش من حقي. بعدين جه ابني كريم وكان هو الرسالة اللي عشت عشانها السنين دي كلها. 20 سنة أديت فيهم واجبي كزوجة وكأم بمنتهى الأمانة، وأخذت فيهم إحساسي كإنسانة لها كرامة، لحد ما وصلت سن اليأس زي ما بيقول الأستاذ مدحت. أنا دلوقتي مش بطلب غير حقي، حقي في إني أبتدي حياتي اللي وقفت 20 سنة، حقي في إني أعيش حرة وبعيدة عن إنسان كرهته وعشت معه بالكره 20 سنة، اتغيرت خلالها كل شيء في المجتمع، وأنا كل اللي بطلبه إني أكون جزء من هذا التغيير.
تؤجل لجلسة خمسة. فعلا مقنعة فاتن حمامة بشكل كتير كبير حتى لليوم بأداءها، خاصة يعني الأفلام يلي بعدين بعد ما كان صار عندها خبرة كتير كبيرة بالتمثيل. بعد كتير إشياء نحكي عن فاتن حمامة بس ما عنا وقت. طبعا فاتن حمامة خسر العالم العربي عن عمر 84 سنة الأسبوع الماضي إثر أزمة مفاجئة، وطبعا كان لها تأبين كتير كبير، وكان مصر كانت بحداد لمدة يومين على سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. توفيت سيدة الشاشة العربية صحيح، ولكن تركت أثر كتير كبير بالسينما، وتركت كمان إرث كبير سينمائيا بالبلدان العربية، ومثال يحتذى للمرأة العربية كمان. أول ما يعني مثل العادة على وسائل التواصل الاجتماعي دغري بينتشر الخبر، كذب الخبر بالأول وصرنا مش عارفين صحيح ولا مش صحيح، بس الهيئة كانت بنتها يعني بنت محمد الفقار ما وصلت على البيت لحتى اللي تعرف بهالموضوع، وما كان بدهم انه يشوشوها، بتصور هذا كان هو السبب. اما طارق يلي هو ابن عمر الشريف فما كان موجود حتى بالتأبين، وبعدين توضح انه ما كان قادر ابدا يوصل على مصر بهالوقت اللي كتير سريع. وعمر الشريف كمان برر موقفه بانه حالته الصحيه كتير صعبه ليقدر يتحمل إن كان تدافع الناس اللي كان طبعاً متوقع بتأبين فاتن حمامة، أو إن كان حتى الصدمة والحزن اللي كان هو موجود فيه، مشان هيك ما كان موجود خلال تأبين. رح نختم هل ليجند فعلاً الأسطورة فاتن حمامة مع لا تطفئ الشمس. لا تطفئ الشمس لازم تكون عرفت، إذا كانت عرفت تبقى حست. دي عايشة معايا بقالها 12 سنة، تقرا اللي في مخي وتعرف اللي في قلبي. ما كانش ممكن نتقابل في بيتي على طول، نتكلم احنا خايفين ونبوس بعض واحنا خايفين. كان لازم نتقابل في حته لوحدنا، الحته بتاعتها في بيتنا. انا بقالي اكتر من 3 أشهر ما بفكر نأجر شقه، انا كنت خايف، خايف ما تفهمينيش. انا فاهمه وموافقه، انما